وطبعا بعد ما اتحققت مطالب الشعب المصري الموضوع ما وقفش لحد هنا، لانه كان في قوه ظلاميه رافضه الخير لمصر وقررت انها تنتقم من الشعب المصري الواقف ضد اهدافهم ومخططاتهم الخبيثه. عشان كده بقينا نشوف كل يوم في الوقت ده فيديوهات لاعمال الارهاب والتدمير والتخريب بتخرج من كل مكان في مصر، ودي الفيديوهات اللي احنا جمعنا لكم منها جزء. تعالوا نروح نشوف مع بعض عشان نفتكر سوا ايه اللي كان بيحصل.